والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن خلايا الجسم تتأثر بالترددات الصوتية. أي موجة صوتية سوف تؤثر على الخلية، تأثر الخلية باهتزازات الصوت وتتجاوب مع أي صوت وتتغير طريقة اهتزازها، بمعنى آخر تتغير آلية عملها، فتصبح أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات عند التأثير عليها بترددات محددة أو متخصصة، والله أعلم.